أنا وليد طاهر، رسام. اتولدت في القاهرة واشتغلت واتخرجت من القاهرة أثناء الدراسة. انضميت لمجلة صباح الخير، وكانت هي مصدر إلهامي، لأن هم هناك قابلت جميع الفنانين الكبار. هناك عرفت الأستاذ محمود كحيل، إن هو أحد الفنانين، لكن كان في لبنان، وبدأت أتعرف عليه من المجلات اللي كانت بتوصل لنا القاهرة، وعشان كده رسلت الجايزة، ويعني إن شاء الله بالتوفيق للجميع.